السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع جميل جدا وبيتيح لي حاجتين. بيتيح ان انا اعمل مايند مابس، يعني خرائط ذهنية الخص بيها الافكار بتاعتي، وان انا اعمل تاسك بورد او اعمل جداول بالمهام اللي انا عايز اعملها. طيب ممكن اقول له اوكي. دلوقتي اختار المايند ماب، هقول له نيو، فبيقول لي ابدا ادي اسم للخريطه بتاعتك، وليكن مثلا بيم مثلا. اوكي اقول له انا عايز مثلا خريطه سريعه اهوت. جيت ستارت، بنبدا نحط فكره رئيسيه تمام، وبعد كده بنبدا نحط الافكار الفرعيه. يعني دي مثلا فكره رئيسيه بتاعتي، ممكن تيجي هنا تعدل فيها زي ما انت عايز، تعدل الخصائص، تحط رمز جنبيها مثلا من الرموز اهيت، اي رمز من الرموز تمام. وبعد كده ممكن تيجي هنا تحط بقى افكار فرعيه، وليكن مثلا جايد تمام. طبعا الفرع ده ينفع تاخد منه كذا حاجه فرعيه، ممكن تحط حاجه جنبيه مثلا ستاندرد تمام. ممكن تيجي هنا تحط حاجه للجايد مثلا UK وهكذا. تقدر ترتب الافكار كلها اللي انت عايزها اهوت. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اغير الشكل نفسه، عايزه بالشكل دوت، عايزه بالشكل دوت، عايز احط نوتس، عايز ابلاي ستايل تو شيلدرن، يعني لو في اي حاجه فرعيه تاخد نفس الستايل. تقدر تحط كومنت زي ما انت عايز، تقدر تحط اتاشمنت بحيث لما حد يدوس عليها تفتح معاه كتب مثلا PDF او لينك او زي ما انت عايز. ممكن تضيف تاسكات تمام، بحيث ان هنفس حاجه مثلا في وقت ما احدد فتبقى ظاهره معاك ان في تاسك هنا المفروض دي تعمل لسه ما خلصتي وهكذا. تقدر تيجي هنا في الخصائص فتقول له انا عايز اشوفها بشكل معين، وهنا تخليها اوتو هايد، يعني كل حاجه فرعيه تدخل بالشكل دوت. تغير ستايل الدارك مود تغيره، تغير باك جراوند لو انت عايز، شو كرييتور لو انت حاطط اسم العمل الحاجه ديت تبدا يظهر معاك، بحيث لو في كذا حد شغال فيبدا يظهر لك مين اللي عمل الحته الفرعيه ديت. هنا يبقى فوتينج، يبقى في فوتينج لو انت موافق على حاجه تقول له انا موافق عليها فتظهر بالشكل دوت، فنعرف في كام واحد موافق على الاقتراح الفرع دوت. زي ما انت شايف في خصائص كتيره ممكن ما يكونش في البرامج المماثله تمام، وتقدر تبدل بين الملفات لو انت. طيب لو عايز اضيف حد يبقى شغال معايا، اجي هنا واقول له اد ممبر، وابعت الايميل للشخص او جوجل كونتاكت، يبدا يبعت له ويبدا يضيفه معايا، بحيث هو كمان يعدل الموجود معايا ويعمل يوافق على الحاجه ويقدر كاريت ويعدل زي ما هو عايز. وممكن تيجي هنا فتلاقي ان انت تعمل شات مع الناس وتتكلم معاهم. طبعا لازم يكون في اكتر من شخص، تقدر تضيف اللي انت عايزه او تضيفه من هنا او تضيفه من هنا زي ما انت حابب. وتقدر تيجي هنا تقول له سبورت، تصدرها بقى زي ما انت عايز، بس عشان انا عندي الحساب مجاني ماليش امكانيه تصدير. تقدر تعمل شيرنج، تمكن شيرنج وتاخد الرابط ده تبعته للناس بحيث ان هم يقدروا يشوفوا الملف بتاعك، بس هيبقى على الموقع دوت. طيب تعالى دلوقتي نقول له هوم، هيرجع للشاشة الرئيسية. احنا اتكلمنا عن مايند ماب، تعالى نتكلم على التاسك بورد. اقول له نيو، فبيقول لي اديله اسم التمبليت اللي انت هتبدا منه. طيب هقول له ده لي التاسك اهوت بالشكل دوت اهوت. بتبدا تعمل تاسك مثلا سميه مثلا بيم بي مثلا اد اهوت. تقدر تضيف تاسك تاني مثلا نسميها ليد مثلا اهوت. هضيف دلوقتي كاتيجوري وليكن مثلا لير، وتختار اللون بتاعها وتقول له اد فضفت هنا. تقدر تضيف مثلا حاجه هنا في اللير وتعمل واحده مثلا اسمها فان تمام. تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها، تقدر تعملها موف، ممكن تعملها ايدي زي ما انت عايز تمام. ممكن تضيف الليد دي جوه فن مثلا لو انت حابب. كل واحده من دول لو دوست عليها بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعتها، الستاتس بتاعتها، هل هي ان بروجريس ولا كومبليت ولا هولد ولا لسه ما اتعملش مثلا
ان بروجرس، خلصت كام في المية منها؟ البلانر بتاعك مثلا ناو، الستارت تبدأ تحدد تاريخ البيت بالشكل دوت، وتقدر تحدد هتنتهي امتى. يبقى انت كده حددت هنشتغل فيها كام يوم، مين اللي المفروض يعملها، فممكن تضيف حد معين. التاسك لوكيشن هتبقى موجودة في أنهي مشروع مثلا، موجودة في البيت مثلا، وهكذا. تقدر تعمل حط تاج بحيث ان انت تنظم الافكار بتاعتك وهكذا، فتلاقي في تنظيم للمهام والحاجات اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليها بالشكل دوت، تبقى سهله. تمام، مثلا ممكن تخلي دي مثلا الحاجه اللي انت تعملها، ودي الحاجه اللي اتعملت، ودي الحاجه اللي انت شغالين فيها، ولما الحاجه تخلص مجرد ان انت تسحبها من لوكيشن لوكيشن، فتعرف ايه الحاجات اللي احنا شغالين عليها وايه الحاجات اللي اتخلصت، فبيديلك بشكل جرافيك بيبقى سهل ان انت تفهمها وتشرحها للاخر. لو جيت هنا عند كانفاس وقلت له انا عايز الورك فلو، هيبدا يجيب لك الحاجات بالشكل دوت، فتقدر تسحب مثلا حاجه من هنا لهنا بشكل اخر او بطريقه اخرى للشغل، بحيث تقول ان الحاجات دي مثلا انا شغال هنا، لا ان انا هقدم الشغل هنا. تقدر تضيف كاتيجوري، مجرد ان انت تدوس هنا تضيف لك كاتيجوري تاني. ممكن تقول له جانت تايم لاين، يبدا يجيب لك التايم لاين بس ده بفلوس. بعد كده ممكن تقول له كومبليتد، فيجيب لك لو في اي كومبليت، لو في اي حاجه خلصت يبدا يجيبها لك هنا.